طب البعض يقول بأن هذا الرئيس هو في الأصل يعني داعم لتوجهات فرنسا ويراعي المصالح الفرنسية، وأنه من الممكن الانقلاب هذا يكون قد أتى لخدمة المصالح الروسية، هكذا يتحدثون يعني بعد أن رأوا خروج لفرنسا من عدد من الدول الإفريقية لصالح ميليشيا فاغنر. بماذا تعلق؟ هذا التعليق هو فيه جانب كبير من الصحة، لكن الآن نستطيع أن يعني نعلق عرضا على الحدث بأن العسكر طبعا موالين للروس، بينما الرئيس موالي لفرنسا، وهذا لا شك فيه، لأن الرئيس أصلا ما كان يبلغ سدة الحكم كما قلت لك سلفا من غير الإرادة الفرنسية. بالتالي اليوم فرنسا مأزومة، تضاءل دورها وثقلها السياسي أوروبيا وحتى فرنسيا، حتى في الداخل مشاكل في الداخل يعني لا تعد ولا تحصى. بالتالي الجانب الفرنسي ضعيف، وفي المقابل بوتين هذا الجبار العنيد الذي أهانه طباخ ونال من سمعته وكسر جبروته، فبالتالي كلا الطرفين مأزومين. هم يريدون أن يروا إلى كما قلت لك سلفا، روسيا تريد أن تبحث يعني عن دائما زبون دائم للسلاح مع بعض الامتيازات البسيطة، أما فرنسا فهي لا تعتقد ولن يتسلل إلى ضميرها أبدا أن المستعمرات الفرنسية القديمة تزول من يدها. فرنسا تستطيع أن تضحي بباريس شخصيا ولا تضحي بأي مستعمرة إفريقية، والدليل أيضا ماثل مرة أخرى، فرنسا في الحرب العالمية الثانية خسرت باريس، باريس احتلت، فرنسا كلها احتلت ونصبت فيها حكومة عميلة ترأسها الماريشال بيتان، ومع ذلك لم تتخلى عن الجزائر وظلت الجزائر مستعمرة فرنسية إلى أن أعيد تحرير فرنسا لما انتهت الحرب العالمية الثانية. فبالتالي هذه الأمور بالنسبة لفرنسا طالما أنه الولاء وتابع لها، وطالما أنها تعرف أن هذه الدول إفريقيا الفرنكوفونية ما هي إلا امتداد فرنسي داخل القارة الإفريقية، وأن يعني الحل والعقد يكون في باريس ويذهب معلبا إلى هذه العواصم، فلا ضير في ذلك. ثم إن المنطقة كلها مأزومة، خليني أقول لك